وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بجميع أشكالها. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة، في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 42 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة، وضبط 105 طن مواد غذائية متنوعة. قام مالكو عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 85 طن مكرونة وسكر وزيت طعام، فضلا عن أكثر من 65 ألف لتر زيت طعام تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة والمنوفية والشرقية. ومع تواصل التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 105 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والبحيرة لبيعها بأزيد من السعر المتداول، ونجحت في ضبط 57 طن مواد بناء بثلاثة مخازن لتجارة مواد البناء بالقليوبية والمنوفية، قام المسؤولون عنها بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية. وضبط 15 طن أعلاف حيوانية قام مسؤول محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية، وضبط أكثر من 45 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 154 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والإسكندرية، ونجحت في ضبط 25 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الحيواني بحوزة المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بالقليوبية.